يخوض الأهلي مواجهة ودية أمام الأخدود السعودي ضمن المعسكر التحضيري المقام حاليا في الإمارات، وذلك استعدادا لاستئناف مباريات الفريق الأول على المستويين المحلي والقاري عقب فترة التوقف الدولي الحالية، والتي جاءت بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار. وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات يوم السبت الماضي من أجل خوض المعسكر الذي يستمر لمدة 10 أيام، ويترأس البعثة خالد بيبو مدير الكرة. وقام الفريق بإجراء عدة تدريبات فنية وبدنية متنوعة على مدار اليومين الماضيين. ويخوض الأهلي مواجهة هامة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر أمام فريق الأخدود السعودي، وهذه المواجهة تأتي أولا لمنح الفرصة لعدد من الشباب والناشئين الموجودين مع بعثة الفريق الأول في الإمارات، وثانيا أن مارسيل كولر يريد تجهيز بعض اللاعبين في الفريق الأول. ويسعى مارسيل كولر إلى تجربة عدد من العناصر الشابة واكتشاف أبرز العناصر الواعدة التي ستفيد الفريق الأول بالنادي الأهلي على المدى البعيد، كما حرص المدير الفني على تجهيز اللاعبين بدنية لخوض المباراة الودية والتي تأتي بعد فترة من التدريبات الجماعية سواء في مصر أو مع انطلاقة المعسكر في الإمارات. ويضم معسكر الأهلي في الإمارات عددا من العناصر الشابة، وعلى رأسهم إبراهيم عبد الحكيم، معتز محمد، أحمد عبدين، عبد الجواد عبد الرحمن، يوسف عبد الحفيظ، إسلام عبد الله، مازن أسامة، أحمد طعيمة، بالإضافة للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المنضم حديثا في يناير الجاري، علاوة على وجود عناصر الخبرة محمد مجدي أفشة وعمرو السلية وحسين الشحات وأنتوني مودست. وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص على زيارة البعثة واجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل ميران الأمس، وشدد لهم على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة والتي تشهد منافسات قوية محليا وقارية. فيما أشاد سامي قمصان المدرب العام للفريق بالمعسكر الإماراتي مؤكدا بأنه يأتي فرصة جيدة لمجموعة الشباب والناشئين الموجودين مع الأهلي حاليا لإثبات قدراتهم الفنية خلال الفترة الجارية. على جانب آخر، فإن فريق الأخدود السعودي الذي يعسكر حاليا في الإمارات يسعى لتحقيق أقصى استفادة من مواجهة النادي الأهلي. ويقود فريق الأخدود المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا، والذي يحرص حاليا على تجهيز الفريق من أجل استئناف مبارياته في دوري روشن للمحترفين.